بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في ثاني أيام مهرجان ختام المرموم في منافسات سن اللقاية وانطلاقات هذا الصباح الخاص بشعارات أبناء القبائل في ختام الختاميات ومنافسات المرموم 2021. أبدأ مع هذه الانطلاقة وأسير مع هذه الأسماء والشعارات المتواجدة هنا على أرضية الميدان. أبدأ مع تاسع الأشواط وأسير مباشرة هناك مع البداية وأول المراكز. أتابع الانطلاق، أتابع وصفه، ناصر بن بقيت بن ناصر النوبي العامري يتقدم مع هذه اللحظات، يقدم شعار مع البداية، بينما أتابع العين القادمة مع ثاني المراكز. سهيل بن سعيد بن سعيد بالقطرية الخيالي يتقدم مع ثاني المراكز، بينما القادم في هذه اللحظات أتابع ثالث الأسماء والوصول. مشاهدين الكرام، القادمة من الجانب الآخر، هناك تقدم من نزوحة أحمد بن محمد بن كراز المهيري قادم مع ثالث المراكز ونزوح النازحة نحو الصدارة، بينما أتابع في هذه اللحظات رابع الأسماء. وصلت مشاهدين الكرام منصورة محمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور يتقدم خامسا، أتابع الوصول من نجود حمد بن هلال بن مبارك العفاري، وسادسا أتابع التقدم في هذه اللحظات من الشايبة محمد بن حميد بن دبيل المنصوري، سابعا من الجانب الآخر أتابع هناك العاصمة سالم بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، والثامن الأسماء. الله يا التحديات والتغيير السريع في هذه اللحظات. هنا وصول من طرفاشة عبيد بن حمد بن مطوع الكتبي، الأسماء قادمة، وهنا شهرة مع عاشر المراكز مبارك الحميدي بن سالم العمري. هذه الأسماء، هذه التحديات مشاهدين الكرام في هذه الأشواط في منافسات المرموم. الله الله الله، أعود إلى البداية، أعود هناك مع الصدارة والانطلاق هناك دائما. أتابع البداية والتواجد مشاهدين الكرام من العين، العين على أول المراكز. سهيل بن سعيد بن سعيد بالقطري الخيالي يتقدم، ولكن التغيير، التغيير في هذه اللحظات غيرت وصفه، غيرت وصفه. ناصر بن بخيت بن ناصر النوبي العامري يغير مع هذه اللحظات، وهناك أتابع وصول من تعزيز راشد بن علي بن نويصر المنصوري، يتدخل بن نويصر في هذه اللحظات، هنا يقدم شعاره، بينما أتابع الوصول في هذه اللحظات. وصلت الشايبة محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري، الأسماء، الأسماء قادمة، وهنا أتابع وصلت شهرة مبارك الحميدي بن سالم العمري يتدخل مع رابع المراكز. من الجانب الآخر أتابع، أتابع منصورة محمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور. الله الله يا التحديات، الله يا الانطلاق مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات المتواجدة مشاهدينا الكرام مع شوط المحليات. الله يا البداية، الله يا التغيير. هناك مع تعزيز، عززت تعزيز بانطلاقها على البداية بتواجدها على الصدارة، راشد بن علي بن نويصر المنصوري يتقدم، يقدم تعزيز مع أول المراكز، بينما أتابع القادمة، أتابع العين. سهيل بن سعيد بالقطري الخيلي يتقدم في هذه اللحظات. الله، هناك من الجانب الآخر أتابع، أتابع وصفه ناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري مع ثالث المراكز، رابع الأسماء. هنا التقدم من شهرة مبارك الحميدي بن سالم العمري قادم، الكل قادم في هذه اللحظات. بدأ الهجوم
بدأت الأسماء بالاقتراب، الشعارات القادمة، أتابع وصول، أتابع وصول، هنا وصل الطرفاشة عبيد بن حمد بن مطوع، الاكتبي، الله الله يا الأسماء، الله يا الشعارات القادمة، وصول في هذه اللحظات من شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري، يصل في هذه اللحظات، بدأ الهجوم والقادمة منصة حمد بن سيف بن فالح الشامسي، الله الله يا البداية، الله يا الانطلاق، بدأنا بالاقتراب والكل قادم، مشاهدين الكرام الكل قادم إلى الانتصار، أعود إلى البداية، أتابع التغيير، منصة 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 غيرت منصة في هذه اللحظات، غيرت على الصدارة، حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي يغير مع أول المراكز، يغير مع البداية، ولكن شوف القادم، شوف القادم في هذه اللحظات، أتابع التغيير، من خطفت الصدارة، من وصلت في هذه اللحظات، وصلت هملولة، الله يا هملولة، الله يا هملولة، غيرت على مقدمة الشوط، غيرت بشعار حمد بالخزع بالقرير العامري، تغير مع الصدارة، وهناك أتابع وصول مشاهدين الكرام من تعزيز راشد بن علي بن نويصر المنصوري، قادم مع ثاني المراكز والقادمة، وصلت العاصمة، سالم بن نصيب سهيل بن يطبع العامري، الله يا القادمة، الله يا الأسماء، الله يا التحديات، شوف القادم، الزود وصلت، مسلم بن حمد بالدليل العامري، ولكن الأسماء قادمة، أعود مع هملولة، هملولة على الصدارة، هملولة على البداية، حمد بن خزع بن محمد بن قرين العامري، ولكن الخطورة يا بن قرين، الخطورة قادمة، الله الله الله، العاصمة 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 قادمة في هذه اللحظات، سالم بن نصيب بسهل بن يطبع العامري يشكل الخطر، بن يطبع مع العاصمة، مع العاصمة، ولكن هملولة هملولة اللحظات الأخيرة، شوف القادم هناك، شوف الأسماء، الله 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 الله، تعزيز تعزيز، ولكن هملولة ما طاعت السلم، ما طاعت السلم، هملولة هملولة مع الانتصار، هملولة مع الفوز، تهانينا والناموس لحمد بن الخزابر محمد بن قرين العامري على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز. ثاني المراكز وصلت مشاهدينا الكرام تعزيز لراشد بن علي بن ويسر المنصوري، وثالث المراكز كان الوصول من عز لسيف بن علي بن راشد بن سويلم، ورابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام الزود سلم بن حمد بالدليل العامري، وخامسا كان الوصول من العقرب حمد بن تعيب بن جمعة الدهماني. هكذا كانت النتيجة، نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول هملولة إلى خط النهاية، 7 دقائق 30 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالكي هملولة حمد بن خزع بن محمد بن قرين العامري على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز، وصلت تعزيز ب7 دقائق 30 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية، الثانية لمالكي تعزيز راشد بن علي بن ويصر المنصوري. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من عز بتوقيت 7 دقائق 30 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية، الثانية لمالكي عز من وصلت في المركز الثالث سيف بن علي بن راشد بن سويلم، تهانينا والناموس للجميع.